مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله يا مرحبا زارتنا نبرك الله يبارك فيك. كيف حالك؟ كيف انت والسلامة؟ يا هلا مرحبا والله. تفضل تفضل يا مرحبا يا مرحبا 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 كبار والله ولا يسد مرحبا كبار ولا يسد. تفضل علي. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الحظ بن مصبح بن فرحان الكويتي. الله يعز قدرك. مساك الله بالخير. نحن جايينك عانيني على الله يحافظك من ابو ظبي. انت معروف عند العرب كلها، عند الرب والعرب. يا غير طال عمرك انا عيس من اول ما سوينا مال التواصل الاجتماعي اللي هو السناب شات. وانا يسات رشاك من هذاك الان الى هالان على اساس ان الله يسخرك انك تطيع تخليني اصورك. ما الله راد يا غير يوم الله راد السعاده. انت ما طالب مني دانه شحي. معلوم يا غير بطال عمرك بغيت هالشيء منك والحمد لله رب العالمين. والله ما يغلى عليك لكن انا ما احب الظهور ابو محمد. الحمد لله الحمد احب الظهور لكن جزاك الله خير. انا بارك الخير الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم. الله يزيك والخير طال عمرك بمعرفه الناس. الله يزيك والناس كلن يباك وكلن يبي يعرفك وكلن يسمعون كثر ما اطريك انا وغيري. يا غير ما حد شافك عن قرب الناس تبي تعرف منو الحظ هذا اللي العرب تطري اللي العين وما حاج حوش يصيح من الحظ وكلن يشكر عليك من ذكر وانثى. وايد العرب اللي يطرونك الحظ يا غير اللي يعرفونك ترى ما يعرفونك لكن الحين ناس يكلموني من هالكويت رمسوني من هالبحرين من هالقطر من السعوديه حتى من العراق يتني اسئله عنك. نحن ابوي هل انت تطري؟ نحن ما شفناه. والله يا ابو محمد ارجو من الله ان تكون هاي محبه قبل من الله. الحمد لله. ويقولون يعني ما بتفاخر اللي يحبه ربه يحبونه خلقه. وانا اتمنى ان شاء الله ان اكون عند حسن الظن ولا انا ما في هذاك الزود. كل ما فيك زين كل ما فيك ريال يعني لا في خير الناس ولا في شرهم. وبعدين انا لا يكذبون عليك ويقولون لك انا مرجع او انا مصدر. لا لا في التراث انا ريال هاوي. انا من يوم كبر ولدي محمد ريال احب التراث. جلست عند العيايز وعند الشواب حتى وانا اهلي ربوني اقرب الناس انه يقولون هذا ما بيظهر الرجال هذا بيظهر تهواله دوما اللي يتخشش عند الحريم وعند العيايز. شوف انت اي نعم هاي كلمه اذكرها وما زالت اذني لين اليوم. سبحانك لكن رب. سبحان الله سبحان الله. نعم قالوا هذا دوما يجلس عند الحريم ويتخشش. وانا يا ابو محمد يعني هذا الحفظ اللي حفظته هذا موهبه من الله سبحانه الله وتعالى. اللهم صل على محمد. أنا هو باحث لأني أنا ما أخذ ورقة وقلم معلوم وأكتب ولا شل مسجل. أنا أجي عندك أسمعك تعد قصيدة مثلا قصيدة من قصيدة الأول حفظتها. ياري أنت مثلا من قلت عندي يار ساكن ما حفظتها زيني. قلت لك أبو محمد أنت البارحة عديت علي قصيدة مطلحة كذا كذا أباك تعدها. أديتها حفظت القصيد سمعت أمثال الشواب سمعت أمثال العيايز خدت العظة والعبرة. هذا كتاب يقول المتوصف كنت ناوي يوم انا ادرس بعدني بالجامعه قلت ان الله طول بعمري اني اسوي كتاب اجمع فيه هاي الامثال اللي انا حافظنها. اذكر انا اشتغل في الشونه الله يعطيك الصحه والعافيه ريال يتخبر عن مثل يعني الريال يعني بعد المثل ما يستحضرني يعني قالوا له سيتخبر الحظ اظني عنده المثل غير قابل للنشر. ايوه ما تدري عند الأمثال كلها عديت عليه المثل. زين. قال لي الحظ أنت مو بالواجب تشتغل في الشؤون الاجتماعية حرام يعني أو تجمع لنا هاي الأمثال وتحطها في مكان وتحطها بين دفتين كتاب والحمد لله رب العالمين. واخترت اللي أنت ما سألت يوم السني ليش يقول المتوسط؟ هي ليش السبب؟ الكتب تكت الحين المجلد الأول والثاني نعم. كلهم يقول المتوسط صل على النبي ألف ما صلي نحن الدار هذه نحن وعمان وما شاكلنا ما نقول يقول المثل لا نقول يقول المتوسط. هي نعم ما بلنا يقول المثل هي يقول المتوسط معلوم منا كلمة يقول المتوسط. اخترت هذا العنوان تبعا للموروث الشعبي المتوارث. وتقول لي ليش اخترت العين؟ تقول لي مثال نحن الحين كنا واحد وكل العالم عنده مثال معلوم الإنجليز العرب اليهود لكن هي أمثال تختلف ما تختلف. مثلا العين بيئة صحراوية بدوية وبيئة زراعية معلوم أمثال. مثلا عندك المثال هذا كيف نعرف القيط؟ قلنا الدخول القيط يقولونها للعين أو يقول المثال عندنا يقول المثل أو يقول المتوصف تظهر
الثريا على جارين ولا على شوبتين؟ شو الجارين؟ ارطب المحق وبرد قدر بن ياس اللي هم هالساحل هالوضب شو يقولون؟ يقولون يقولون اذا ظهرت ثريا قم يا الغواص تهيئ، يعني بدنا اذا ظهرت ثريا ايه عشيه قم يا الغواص تهيئ، يعني شو دخل موسم الصيف ترى الغوص والقيط مو في الشتاء. فمن هذا وعندك مثلا عندنا احنا الاول القرن واليانور والعين هذا من مواسم الحصاد، انا ما لحقت بها انا يعني، بس يخبروننا عندنا مثل يقول شرط عند الهيس ولا نزاعة عند اليانور. اليانور غير المنيور. أيوة. المنيور هذاك مال اليازرة معلوم. ولا اليانور هو مال الحب اللي يحصدون عليه الحب. أيوة. اليانور اصغر عن القرن، اليانور يضربونه بالقبان والقرن يضرب بالثيران دوس. أيوة. هذا اخته صارت الايام حفظنا والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد. فاصبحت انت اليوم يا ابو محمد مرجف كل هالعرب. لا والله ما شزول، هو عندي كتابين بالسلامة. نعم. واحد كتاب جاهز. نعم. وسلمناه الأية غير عن لو هي هذا هاي مثال. عندي كتابين، أما الكتاب هو ثاني هذا اللي الناس ترياه اللي هو محفوظات الصدور من الشعر القديم. أيوة. يعني القصائد اللي قبل 100 سنة وقبل 50 سنة مثل هاي الأبيات يقول الإنسان ما يأخذ ميازة من صاحبه واخر يخليه، لو ينكسر كسر الجزازه الموميان الكسر يبريه، ولا يستوي شر والحزازه في ساطر الصاحب ويذيه. هو عندك بعد الله يطول عمرك اصبح بك ومسي كله لجل الوفاه، والانسان ما يختسي ويموت في دنياه، ولا ينقطع من حسي ويترك ربيع اخواه، ولا عنا بنقصي قص الموت وحياه. فانا هذا القصيد اللي هم الناس تترياه كلهم باخره الحين، الكتاب اللي بيكون ان شاء الله اللي بيظهر كلام اسم الكتاب رمستنا منظرتنا من كلام اهل العين القديم. يا سلام. لا تقول لي بعد اهل العين، هي الكلام كل الكلام يختلف واللهجات. مثلا الكرفايه عندنا في العين، شو الكرفايه انت تعرفها؟ شبريه. لا ها. الكرفايه هي الحديده تراهن الرحى من طبجتين. شوف انت هي الرحى الحديده اللي تمسك في طبجه الرحى هي الكرفايه. شوف انت. نعم. ونحن هالبد انا روحت حرام الكرفايه. اي صح معروفه، لكن نحن عندنا الكرفايه هي الحديده اللي منطوق هل العين. اي نعم نعم الاولين غير الرحى فيها تار رحى فيها طبجتين. نعم. الطبجه اللي تمسكها الحديده هي الكرفايه. شوف انت. إيه. مثلا عندك كلمه مريندو عندنا احنا هن الاولين، شو مريندو؟ هو بكلمه سواحليه ولا بكلمه فارسيه؟ المريندو هي اكله للدواجن للديال، يدقون روس الجاشع والخلاط. قول عطوهم مريندو هذا خلال ويا روس الجاشع. اي هذا يسمونه مريندو عندنا. الحين لو بتقول لي تحسبونها افريقيه فهذا الكلام لازم. هذا كتاب رمستنا منظرتنا. هذا كتاب هذا جاهز حاليا؟ جاهز نعم وعطيناه، لكن ما ادري عاد اذا طبع لهم بعد ما نزل في المعرض. لما مسلمنا نجري. انت بالرغم انه المفروض في المعرض هذا الحين ما الله راد، انت تريد وانا اريد. اما الكتاب الثالث ان شاء الله محفوظات الصدور، وهذا الناس اللي تترياه. هذا هو المهمه. اي هي لان عربت ولا تبغى اشعار الاوليين وتبغى اشعار اللي، لان عندنا اشعار وايدين. احنا مثلا عندنا في العين شاعر من اهلنا يسمونه سلطان بن مسعود الكويتي، شاعر فحل يعني شاعر، لكن الحمد لله الله يرحمه يعني ما حد كتب له. نعم. وعنده اشعار يعني وعنده قصائد. حد حافظ له؟ نعم حافظ له انا. وايد حظ الله وحطيت. نعم ما شاء الله ما شاء الله. قصيدة يوم الله يرحمه المرحوم الشيخ زايد تولى حكم العين. نعم. قصيدة يقول بعزة الباري سار البرق في الدجة، بسحب تهل المطر وتهيل رعودها، عمت على بلد الظواهر وغربت وطلت على بدو الخواوير ذودها. ذي دولة الرحمن زايد ظهرها، دولة ملوك ما تخاون عهودها، ترجف لها الدنيا وشايع خبرها، في برق الأصلي علاي مسعودة، قميان ديبي فوق ريف ظهرها، مذعور تنسير البعد ما يجودها، ربت في بطين عمان غالي قدرها، مفنقة وطنيفها ما يهودها، ما تحتمل لمس العصالي من زقرها، تسمع سرير الكور عالي بدودها، قد أسفرت من بعد غامل سفرها، وكل ظلة وجهت على راس عودها. قصيدة طو عنده قصيدة بعد في الغزل يقول قصيدة بعد مو في الغزل، قصيدة هو نهام الريال هذا نهام ودلال السوق. وكد الغوص مرة عند الوجيه أحمد بن خلف بن عتيبة. أيوة. وتدري وأيام الشباب يسولفون. هنا. وعصب عليهم النوخذة، قال شل الشرع تمه في الشمس، قالوا له أبو عليك السلطان، أبو عليك أبو عليك أبو عليك، قال لها أحمد، قال له إيش عندك؟
شوف عد ارتجالي ما يكتب ولا يقرا. قال له يا بن خلف وسع لي البال، وش فيك حيرت الظلاليل، رافج عليك بحلو الجبال، حلو المعزل جابع الشيل، لي مر في بيته يتاء ياخذ شبه من نعمة السهيل. قال رد ولا رد الظلاليل، رد الظلاليل. ام خليفه السلام عليكم. حسيت والله هنا هذا الغالي الحظ بن مصبح بن فرحان الكويتي يبي يسلم عليك. يا مرحبا، مرحبتين كبار، مرحبا ملايين، مرحبا مرحبتين، الله يبارك فيك. كيف حالك؟ عساك بخير. ايش حال الغاليين كلهم؟ الله يحفظك. والله يا الغالي تراني انا سافرت، الوالده عندي مصلحات وصرت سنغافوره شهرين وعشرة ايام، بارك الله فيك. الله يعطيك الصحة ويطول، الله يبارك فيك ويسلمك. أخبرك الظهر أبوك عندي أنا شغل الوراوي وأنت وياه ويا خالد وياه. متى بالله عليك؟ متى هذا؟ مسافر أنا راويها تسجيلك مال البارحة وأنت عند بالراكان عند خلفان بالراكان. يا الله يا يا الله يا لا والله حين اطريج بالخير، والله اني اطريج بالخير، والله انكم غالي. لكن انا ما اعرف وقتكم ليه. لا لا والله انت انا ما اعرف وقتك، ولا والله انا في اي وقت تتصلين انا اتشرف. الله يعطي الصحة والعافية وانتو غاليين. والله انك غالية عندي، الله يشهد علي انك غالية. الله والله انكم نعم نعم نعم. وشو حاله؟ هو بخير؟ حاله بخير؟ هو بخير، يستاهل يستاهل يستاهل. الله يطول عمره، الله يخليه وعليك. ما تحت الارض صديق بعته وكنا وشربنا وعمنا وابونا ويجزاه الله خير واخوان الله الوالدين. لا 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 وعليك أفا عليك. الذيب يوم ياع ما كل زرعانه كل الفريسة، عيب علينا. نحن لو جلد أسود نحن ما نهلب صاحبنا. لا والله جزاه الله خير ما قصر، وابو غالي وعزيز علينا. نعم 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 نعم. الله يوالي الصحة والعافية ويخليه إن شاء الله. سلمي سلمي الغالية، سلمي سلمي عني أفداد، سلمي سلمي سلمي. مرحبا مرحبا مرحبا. ما لا ام خليفه ما لا قناتي يعني شداعت الله حبيبتي على الله يحفظك. شداعت هاري الربع اللي تعرف وياهم نقوم كشر من يتستوي بينهم ما بين تستول معايا في الكبره. ما كنت عاشر حد قال الروز اللي تعاشر وياهم العشر ما يمزرون الحاره، فلذلك مشطي ما مشطي عليك القلب ما مشطي ما يهتم ما يرد على وراه، مرة ما يرد على وراه. وهذا سلك من سوة الدنيا يا ولد الحلال، يعني الله يحفظه ويعله سعيد وهو بعيد هو وغيره. ومن يا إلينا صار حق علينا وبي مرحبا وسهلا ويعله بخير. ونحن ما بسايرين هنا ما حد يصير. الحمد لله الأول الناس ما في حاية وما يصيرون ما بارك. الحمد لله حين الدنيا ريخة اللهم لك الحمد، ما بحد محتاج. البيوت كلها مسدودة، الدرامات الكشرة ممزرة، درامات الكشرة ما بالك البيوت. ولا صحيط طويسة خبيص حدي من نبها، ولا حرارة رئيسة وبايت بعد ليت من خدمتهم انطرش. الله يا ولد الحل. وفي الكتاب حطيت قصيدة بعد الشاعر محمد بن علي بن ميزة المهيري، هذا بعد شاعر يشار له بالبنان. ومن قصائد اللي حطيت يا المطلعي حديت الأسباب، دست العتب واليرح تدميه، وحرم لذيذ النوم ما طاب، ولا عياني غمضت فيه، حطيت وسط القلب دولاب، حزين من هم نجاسيه، قلبي كما عيصين بكلاب، ويره الصايغ ويطويه، من المحبة والوله ذاب، ذوب الذهب لي في بواتيه، دنعت له وتبسم حباب، ويفز قلبي يوم الاجيه، يا البيض يا دلعات الارقاب، درب الهوى غلجة معانيه، يلي ضربني بسيف وحراب، ما شد عزمه وقبضت يديه،
خلاني طايح على الباب ولا عزم يرحل يداويه جلي علي يدور أسباب يحتج وشثر دعاويه بيكون بيني سور وحجاب من يعد حظي والبخاتين. هذا القصيد الكتاب الثالث إن شاء الله بيكون اللي هو محفوظات الصدور من الشعر القديم، والقصيد اللي انت سامع عنه الأول أنا لا أخضع ولا أبوس واليوم لجلك خاضع الراس جنة سقاني طب منكوس ولا كتب لي حرز في كاس يا لي تخلي مع هليلوس وجانا عبشوها عن الناس يا لابتي في بو يليلوس أبدا ولا لي ينشرح باس. وقصيد المعروف يعني قصيدة سعيد بن هلال هي قصيدة معروفة كتب الوصل وتباعد الناي أقفل خليل وخله يشوف وغيث جيف الشور والراي قصدي جداهم مرة هلوف صوب خويك بأم زلاي أمس الضحاور بوعه وقوف من بو خدود انشنها نعاي راعي الكواشي لي لها تنوف يك القماش اللي منقاي يا دانة الشحيب الوصوف ريجه نبات نحط في ماي كالثلج وسطه صار مديوف أنا أشهد أنك هو بمنساي يا نابي الردفين منصوف وبيت القصيد اللي الناس قدتها مثل تغزر عيني في المغطاي وتعاف شي دوم مكشوف بسري ولو حافي يوم الشاي وابدأ القضي عن كل مصروف تمت ويسعدني يا مضناي أرضاك يا مخضوب لتشوف. يعني وها بيت القصيد يعني هذا اتخذوا بدل الناس مثلا الأصل البيت هذا ماخوذ مظهور من هالقصيدة مظهور هي البيت العين ترغب المغطاي وتعاف شيء أيوة. وحطيت قصيدة بعد من قصيدة عاد ما بكشف الأسرار كلها بالكتاب. لا 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 انت لازم تعطينا مقتطفات وحطيت قصيدة تعثر بالسيف ساير أيوة بخيل والديك ها ضروري ساير مباقضي يشوفك يوم جيت البيت ما ريتك لا خلاني الله من شوفك لا خلت من شيفتك بيتك يا الغضي لي زينه وصوفك في ليالي الصغر حبيتك ذاكر زينك ومعروفك لو يطول الدهر منسيتك طاب لي في الدهر مولوفك انت لي سيد وانا رضيتك خافج ثوبك على ردوفك يوم عصر العيد وافيتك كل صبح وعصر انا لوفك ما خطاني يوم ما جيتك. وهذه قصيدتها المشهوره يعرفونها الناس كلهم يا صاحبي شوفك شفالي وانتهم ذاير عني بعيد وش فيك ما تاوي الحالي وترد لي باللفت وتعيد رجع لي اهجانك تبالي لي من غير الوصل مالي القلب عنك هو بسالي حبك رسالي في اللساويل من قل شوفك ضاق بالي وايام وصلك عندي اعيد شوفك غناه وراس مالي وايام وصلك عندي اعيد افداك بهلي والحلالي والروح وما تملك الليل ولا تعيضني هاي الناس كلهم ولا تعيضني فيك لبدالي ولو كثرة الخلان يا سيد إلا نحل ما بي في البالي شو خلا الحب هازم شرانش على المباري أحن شرواحن خالي لي فارقة ولف المراديد عليك يا بورد في مالي يا السولعي يا قايد الغيد أنا لولاك ما قلت الأمثالي ولا تحملت المناشيد هذا منكم ما جرالي وإن متنا في حبك الشيد. هم المحفوظات اللي في الكتاب عاد هاي آخر قصيدة بنعطيكم إياها بالمحفوظات ما تضيعون علينا رونق الكتاب لا رونق الكتاب أبوي شال إنه اسمك بارك الله فيك يقول يا صبيح لا تنشد ولا تسال زين والحال شنه دود يرعاه والبارحة والناس ذهال عاينت ورق اللاح بغناه بيني وبينه ما يرى حال والشي لا ياني ولا ياه اللي عقناه في هذا ود الحرام اللي عقناه في حال زلزال عساه يوم الحشر يلقاه يوم الحساب وضكة اليال والريج واجب في ثناياه في مكب ما فيه ميال يوم الردي توقف مناياه ونصابني يصبيح غربال كل سببي قطعان لا ما منبو حياين تشبه الدال هذاك مش سعيد ورذاه لي لا غلاف القلب ما حال لو من بعيد العين ترباه ومباد دمع العين هالطار لي خطفها من وسط ارواه. والحين بعد عليك انا من قصيدي هذا اللي ترى يعني هذه قصيده من قصائدي هاي سويتها يمكن في 85 يعني العيد وعندنا ناس غاليين ما عيدوا عندنا اقول كيف عيدي وانتهى بعيدي كيف عيدي وانتهى بعيدي كيف بهنا بفرح لعيادي تفرح العربان يا سيدي بالسلام ومد لعيادي الا انا لي عيد بعيدي ما تهنى بذوق لعيادي شوفتك محبوبي العيدي يا طليبي وسيد اسيادي في الضمير ومو المتحيدي لا ولا غيرك من العبادي لك سلامي بالتوديدي يا محبي وفرحة عيادي كيف أنا بيكون لي عيدي عقبكم يا نور لبلادي يا شمس يا بدر يا عيدي انت حظي وراحة فوادي انت لك باردد انشيدي وحالي هو المال لك يادي علني فدواك يا سيدي سالم وتعيش يا سنادي. وهاي بعد عندي من قصائدي يقول بك مولع وانت ما تدري وكم نفسي زاد بلواها
يا خلف أهلي ويا عمري أنت انسى الروح ومناها، أنت ليلي وأنت لي فجري وأنت نور الدار وصراها، غالين يا طلعة البدري تسوى ملك الشام وانحاها، لك بسوم المال والعمري وعلى روحي روحك افداها، انت فرحة دينتي وضخري وانت روحي تملك دواها، الخلايج ما لهم قدري لا علي الناس وطاها مثل مالك انت يا بدري يا نظير العين ورياها، لك مكان ما دخل بشري دار قلبي نلت سكناها، تاج راسي وانت لي فخري مثل شمس الصبح فعلاها، بتفتح دارنا زهري يوم توصل داري وحماها، ذاك عيد الفطر والنحري لحظة في العمر مغلاها، بك مولع وانت ما تدري يا منى نفسي وريبها. هذا قصيدي روحي نار. ما شاء الله يا الله يحفظك. كنت تنشدني عن حوار العين، حارة نيادات، حارة الكويتات الشمالية، حارة الكويتات الجنوبية اللي هي حارة الوجيه عبد الله بن هاشم. شو السبب قال يسمون الكويتات؟ كل هالعرب يعني الناس اللي من هالكويت من هالقطار يتخبروني عنك، يقولوا لي انت تقول الحظ الكويتي، كيف الكويتي هو من الامارات؟ شو المنسوب هذا؟ والله عادي يا ابو محمد انا هنا ما اقدر اشرح لك التفاصيل، انا عد لك الحين حوار العين. حارة الكويتات الجنوبية والحارة يعني ما بتعد السالفة. لا حارة الكويتات الله يسلمك. الحارة الحارة الشمالية والحارة الجنوبية هي حارة الوجيه عبد الله بن هاشم، حارة الخزينة، حارة الحميرة، حارة الربينة، حارة المطاوعة، حارة الشرق، وفيها حارة الوطاة، وفيها حارة المشينجة. هاي هي هاي العين القديمة أو العين الجديدة. يقول قلبي تعلق حارة الشرق ولا لي هو سفيك الربينة، يا نفس ما سالف وش تبغين وطريج الأشقر شو تبينه. يقولوا لي كل العين الحين، قلت لهم العين أمي أحيانا وطنكم أحيانا ترى أحيانا نحن أنا بقول لك نحن الحين هاي العين كلها كاملة الجيم والقطارة. أنا لو بتزخني بيدي بتوديني الجيم ما أعرف المناطق بالاسم، يعني على ما سمعت أعرف يفن الخريس لكن ما أعرف يعني بالتفصيل ما أعرف. نعم العين مسقط راسي وطايح فيها وأعرف ويالس وعايش فيها الحين لازم أعرف. ترى ما سمعت القصيدة يوم قالوا في الجيمي مستجيمي ما مرت عليك؟ نعم مرة قالوا في الجيمي مستجيمي وفي المعترض له بيت، في المعترض له بيت تابع سيتيك الجيمي يا حي من لاقيت، يتنادى من بلحاني ومن عبرت بكيت، حلب محلب وزعفراني على المناح الريت، ما خلط بشوراني لف الضماير بيت، انهب المغرباني يا قلب شو سويت؟ ما يبهم للعين؟ ها قالوا له، قالوا المعترض والجيمي يفدون سكن العين، العين المعموره ترفور طبها زين، هب الخوص محظوره ما يدور تنبطين، ما تاخذ شهر منطوره مسقايه بفليين، اللي هن العيني والداودين. يعني هي لازم دائما الانسان دائما يتحيز الى مسقط راسه والى وطنه. لكن العيني والداودي فليين في العين. زين لكن هل هن يا ريات لليوم؟ اي نعم فيهم. نعم فيهم ما شاء الله. نعم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا الله يحفظك يطول بعمرك. الحين نبي نعرف دراسك ونبي نعرف طال عمرك مجال دراسك وتخصصك. ويبون الوادم يعرفوني على الله يحفظك سالفة الأستاذ اللي في الجامعة اللي كان اللي كان ما بمصدق إن شيء بني آدم يسمون الحظ. تخصص الجامعة حاصل على شهادة بكالوريوس دراسات سلامية واجتماع. ما شاء الله. هاي ال كنا في أول سنة في الجامعة. هي نعم. دكتور ما يعد الأسماء يوم وصل له يقرأ الاسم ما عرف، يعني هو ما مصدق أن الاسم، قال الحقة بعدها مصبح فرحان. قلت أبوي ما حد هنا حاجة، هذا الحظ مصبح فرحان والله. قلت والله عجب عليك عشارنا من السوق هذا اسمي ماشي حاجة. وعاد الناس علقوا وقال الحاجة، ولو ما يقصد الحاجة يقول حاجة وبعدها مصبح فرحان. قلت له مش حاجة دكتور الحظ بن مصبح بن فرحان والله. قلت له والله هذا اسمي. قال ولك من اسمك نصيب. قلت له نعم لأني ولي ولي من اسمي نصيب الحمد لله رب العالمين. اللهم لك. إيه واشتغلت في الشونة 16 سنة وفي نادي ترات الإمارات سنة
وشهرين، والحين في هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. كم لك في الهيئة مالت السياحة الحين؟ من 2010. ما شاء الله. يحبهم فيك. لا والله. نعم والله يحبهم فيك. في ناس أعلم عني وناس أعلم، وأنا أرد أقول لك. لا لا معلوم. أرد أقول لك والناس تسمع، وهذا يعني تواصل اجتماعي. أنا ما عندي استاذية ولا عندي شهادة دكتوراه في التراث، أنا ريال عاشق التراث. نعم. وحاب التراث من يوم أنا صغير. تقول أنت مثل يرسخ بذهني أنا أسمعه، تقول قصيدة أحبها أسمعها. ما كنت شليت ورقة وقلم وكتبت، لا هذا كله اللهم صلي على محمد من الحافظة. اللهم لك. نعم. اللهم لك الحمد. ولا بش اللابتوب ولا لا، ما أحب يعني ما أعرف أكتب، أسمع بس. سبحان الله. نعم. كل هذا سماع. هذا اليوم أنا صغير، العلم في الصغر كان نقش في الحجر، أما الحين ما الحين مشغلة. يلا الله يطول عمرك ويحفظك إن شاء الله. شو بنرمس عنا الحين تباني؟ ما أدري كل اللي رجحك. نبى كل شيء نبى. زين. يلا الله يحفظك. من الأسئلة اللي تزعلني أنا، أمسات أنا حطيت في عرس المعامرة جايبين دان. نعم. جايبين دان يلا الله يحفظك. ونزلت أنا الدان في الستوري، وايد يتني الناس تكلمني تقول الدان مد من في الإمارات ولا معروف في الإمارات. الدان فن إماراتي، عندنا بدخيل، ونحن عندنا في العين، عندنا في الكويتات، وفي الخريس، وفي حماسة في البريمي، وفي ندود. نزيل فرق الدان قبل نحن دان، هو الدان هو نفسه، هم يسمونه الولية. نعم. بس دان اللي نحن لحقنا عليه اللي هو داننا الأولي. نعم. صف حريم وصف طبول. أها. وغنانا نحن هنا على طريق التقرودة، عندنا وحدة من أمهاتنا توفت فيه، يعني هي الشاعر الدان، يوم سارت تغني بوضبي للشيوخ، للشيخ زايد بن خليفة الأولي، تقول للشيخ زايد عانية من داري، ومبروك عرسك يونس الهلالي، ومنتوب من بيت الرفيع وعالي. الدان فن أصيل، عدة متأصل، ونحن لحقنا عليه الدان. دان فن أصيل، صف حريم وصف طبور. والقصيد هو يعني القصيد هو اللي أنت سمعته، وش حالكم يا عرب، وش حالكم باجي، وش حالكم يا عرب من عقب الفراقي، وسألت أهل الدار نورايح ونوباجي، وعقبك حبيبي ما هنيت بقوت، ويا كاتب الخط زيد القط الخط بالياقوت، ريجك حبيبي عسل الا المهر ياقوت، الا شوف كتابك وشوف شو من عمر باجي. فن اصيل وما يخص من الفنون، حتى كانت فرقه الدان يحضرونها ايام القرن، يوم يستوي الثيران يوم على يوم الحصاد يجيبون، ومن اغانيهم يوم القرط يا مال عمن يورج، يوم القرط مخل عندنا في العين كبيره، يوم القرط يا مال عمن يورج، صبر السنا والحايله من زورج في العين. نعم نعم عندنا. ايوه. نخل بن هاشم الكويتي، يوم القرط يا مال عمن يورج، صبر السنا والحايله من زورج، لقرون فضه والذهب من يورج، لقرون فضه والذهب من يورج، عيت بياديرج وعيت ثورج، ومن اغاني الدان الزين مروبه على الوياي، الوياي عندنا طريق في العين لوحين نهار نهار بوديك. زين مروبة على الوياية، ما شاقني إلا مضحكا وحياية، وخذت رشاب البزل الشراية، بنيات لو شفت وخزامة راية، لا صاغها صايغ ولا مشراية، هي فضة البحرين المصفاية، وفرق أروح من الفريج الروحي، خوفه يلاجيني وياخذ روحي، ويحمي ما بس شمات العينة، وكثر البكي خرب نظير العينة. هذا نعم قصيد الدان. وظبي المفالي سر حوبة يوبة، والدم ينضح من رفيع ينوبة، لا حل بسر وصويح بي ما يوبا. انا اعتز، انا اقول لك انا الحظ مصبح في مرحان، اقول لك الدان فن اصيل، وكان عندنا موجود وحاره الكويتات وفي الخريس وفي ندود وفي البريم وفي حماسه. الحمد لله هاي المناطق نعم، لكن الحين الناس تدري اختلفوا وتعلموا، والناس يوبا هم هو الدان نفس الاغاني والنواحي، لكن نحن داننا يفرق. داننا نحن صف قلت لك حريم، وفي المزاور مزاور لنا الحريم، لكن الريايل ما يزاورون. لا ما يزاورون الريايل. منقود. لكن مش منقود، لكن نحن الحريم. لكن هذاك زمن وراح، يقول الشاعر، يقول الشاعر يبقى الثناء وتذهب الأموال لكل زمان دولة ورجال. لا دان فن نصيل، وعندنا العيالة. العيالة متأصلة ويسوونها في العيد. في العيد يسوونها يومين ولا ثلاثة أيام بعد صلاة العصر. نعم. عيد عندنا وعيالة قبل الحاي بن خير الكويتي، وبعدين خذها ولده حياة خير بن حاي الكويتي. نعم. عيالة معروفة في العين، حد أحمل عيالهم قابض الولد قابض، لكن هو الولد بالاسم،
اما هو الحين متكفلها عبد الله بن حمد العزاني جزاه الله خير. والنعم. اي نعم 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 بحالك. اظني كد يا وصورتهم انا يا بمده في عرس في عرس في نادي الضباط. نعم نعم. اي نعم صورتهم وناس زينين وعيالتهم فنان والله. نعم 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 نعم. وعندنا الاول في العين ايام الاعياد الدرفانه، نحن ما نسميها المريحانه في العين. ها. نحن نسميها الدرفانه. اي بعد صلاه العشاء يركبون هنتين على الدرفانه وتحت يغنون الفوقيات ويردون عليهم التحت. شو عاد من الغناء؟ يغنون قصيد هذا اللي انا عديته عليه. نفس القصيد الداني. لا مو قصيد الداني، قصيد القصيد العادي. القصيد العادي. ايوه. مثلا الراعبي نشفت ريجي خليتني واجه ومحتار من عقبهم عفت الفريجي حشا ولا يزت لي الدار يا بن علي وين الصديجي عني غدوبه بدو حضار ليت الغضي يازم صديجي يسكن معي ويصول لي يار بعطيه بالعهد الوثيجي بمقيض ومشتى ومصفار. ويقولون بعد لا خلينا ممكن لا خلينا كله حسب الغالي والحبيب. يا الحبيب هذا اللي ملك العرب. لا خلينا ممكن يا الغالي ممك لا خليت ميارينا ليه تخلي يشبه الهالي ينزرع في الهند ويينا. ليه تخلي لا خلينا ممك يا الغالي ممك لا خليت ميارينا ليه تخلي يشبه الهالي ينزرع في الهند ويينا. الله. هي على من اغاني النعم يركبونها في عيد الصغير يحطونها عيد صغير من اوليه هو عيد الاضحى من اول ذي الحجه. انه الحرج نعم هذا من النعم كانت نعم. لكن هاي الفنون حين تتكلم عن عدان انقراض وحين وين الحرم وهل الحريم اللي كانوا يغنون كلهم ماتوا واللي مشوا وحين الناس يقولون هذا عيب وهذا حرام وهذا ما يجوز. والله ابو محمد انا عندي من ضمن الاشياء القديمه اللي عندي بحافظنها يمكن من 40 او 35 سنه عندي سيديات مو سيديات فيديوهات مال دان. نعم. يمكن اظني ثلاث لو اربع فيديوهات كل فيديو ثلاث ساعات لو الكبار فيديوهات هاي طول الذراع. نعم. وحوليت اذا كارترج وعقب حوليت سي دي وتميت محافظ عليه انها السنين كلها والحمد لله. اليوم تراني نسخت فلاش وجبت لك منها بس انت الوحيد اللي اعطيته ما اعطيت ولد امه وابوه. لا انا محفوظات ولا براوين حق اي لا حد يشوف لا بعيد ولا جديد. ناس ماتوا ابوي من عشرات السنين في ولي النعيميه. يا الله اول وحده هاي ولي النعيميه يسوونها الصبح. اي يوم يودون العروس. متى قلناها؟ هاي الصبح يصبحون معاريس. اي يرون يقول يولي النعيمية إيه؟ يولي وقطع الخية يا من صيح العذرة على زولية يا من صيح العذرة على زولية حمراء إيه؟ ما ربوك بالحامض غير الزبدة هنية ويقولون شاباش ليه المعرس وشاباش ليه وقيل وبات وحدها العرسة شرع عطل النبات والعرسة له بطل بيت صيحي وقولي مرحبا بك يا نصيحي والعرسة له بطل بيت سمي وقولي مرحبا بوليد عمي والعرسة ميطون وميدورا عليها وحتى الطير ما يسطي عليها سطى المعرس عليها واشتراها وبالف تومان رضاها وصارت العرسة وصار قلبه وياها. اي نعم هذا كله من اغاني عام ولحقنا عليه. ليش ما اقول لك انا اصلا فانه نحن نعتز انه كان في النصيب لكن مثل ما قلت لك ورد يبقى الثناء يبقى الثناء مثل ما قال الشاعر يبقى الثناء وتذهب الاموال لكل زمان دولة ورجال. زمارة الله هذا. اي نعم الناس كانوا متكاتفين وعلى قلب واحد هذا ولد هذا. وعندنا عاده في العين عيد الصغير العاده في العين العيد عاده في العين الهيور ما يتغدون في الاعياد. ها. عيد الصغير هيور عقب صلاه العصر مباشره. ايوه يومين. وعيد العود ثلاثة ايام عقب ما يظهرون الشوي. هاي العادات كلها انقرضت ما شاء الحين. العيد خلاص العيال يسيرون شمال واللي يسافر ما شاء. نعم كلهم يا عيد بشوا لك لنا يا عيد معتلي بالعشر قصات حنوا لك وصبغوا بالورس والحلي راح هذاك الزمان وراحوا اهله. الله بالمستعان. لا توهي لا توهي. الله بالمستعان يا ابو محمد. اي والله ان شاء الله الدنيا بعدها في خير. اي لكن هذاك زمان ما يرجع هيهات يرجع. عندنا واحد من اهلنا شاعر سالم بن سلطان النيادي الله يطول عمره اخونا في جيلنا من الاهل هو دائما اقول له يا ابو سعود الوقت لو اللي زين الوقت هو شاعر فدائما هو يعطيني هذا البيت. هي شو يقوله؟ وهذا البيت هو اظني هو باد عنه يقول يا الحظ هيهات يرجع للذي فات ولا يلحج فايته معدوم. وصدقه
الحين اللي فات خلاص ترى فات. ايه خلاص فات. ايه قول هاي ذات يرجع للذي فات ولا يلحق فايته معدو. الحين نحن نتكلم الحنين للماضي لكن خلاص الحين لا الدام بيرجع ولا انا الدربان بيرجع ولا شيء. الحمد لله الحمد لله. مثلا اخر مصطلحات شيء اللي ما يوز اكنسله. لا 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 لا, لا. انا يعني مثلا الحين اخر حرفين هاي ما حطيت العرب لان بيستوي رمسه من شرمن فلذاك الكلام الوافي صار الحين الواد ما تتريى اليدي الحين الحين يطلع يلا الحين الدان ما دان كلها الدنيا هاي ها كلها العرب شافته كلها ها شوف هاي منيتك 18000 اللي شايفين ما ايه هاي ايه من خلاص الحين يطلع الحين قل لي عد علي بعد القصيد الاول قل لي ابو محمد شو القصيد الاول بعد والله يا ابو محمد لو بعد عليك لين الحول انا هذا ما اريد اطلعه اريد هذا انا خيل والديك يا ابو محمد ها تفضل شفت لا نبيت ريا شم الاولي تقول عفره بنت سيف الله يرحمها يا لهالجنه هل هالجنة هل الهلال وزاد للقرب غربال وللجفن مستارج للنوم ما ياه زين السجايا لي ثناياه ذبال منزهنا ربي بحصن طرواه يتهم سلم يوم عزم على رحاق يوم صرت باحايي ناضت مطاياه من رحبهم يثعيل بليك انت يمال خلنا قبل الوداع نتوايا وياه عسافي خير وعن حاله انسان طلبت ربي والي العرش حماه يا ليتني عبدها اكون نحن الزال ادق منه وزرق العود ويا ولا انا خادم حذا البيت نزال لخازة الخدام انا باسمع عنده واكون في امره يلي امر ولي قال ونشله مطواع بقبض يمناه عوده يميل والحقر فيه جتال يزيب دله والرواي بمحناه هو صغير النفس ما ضاق له بال عنده سناد السمت ويعرف مجراه والله وما اقول ما مطلبي من مال الا من حب شوفه ومن حب لا ما صديت وتلاقيت وياه بالفال يوم اللي لقيته عني الهم يلاه الا شوفه يبري كل ضيجات وعلال وان شافه الميهود يبري بلالا الله البلد واحد قصيد لقولين قصيد حامز نحن لهجتنا لازم نعتز انا حين انتقد ما انتقد انا ما لي حق انتقد لاني انا مو باديب وشاعر انا اقول المحافظه على الشن احنا الحين عيالنا اللي يعدون القصيد ما يردون على اللهجه القديمه نعم. او قصيدنا نحل ولي يعني قصيدنا مثلا قصيدنا وايد حلو مثلا هاجرتني يا صافي الخد هجرك وزا وفراقك محين ولكن وصلك ما من اهبد دام العهد ما ضاع يا زين انت هضنيني وانت المود وانت الذي لك ملك اليدين وانت الذي وليتك السد زد اللخله والمضانين احاسب الايام واعد امس الاحد واليوم الاثنين ساعه قفا قلبي ولا رد صار وتعلق ناس مجفين كل عوض لا دواء ولا ضد عند الاطباء والمداوين الا الهوى ومشافق الود هذاك عوق اقل جمحين الناس بدات تعد القصيد على لهجه غير لهجتنا نعم نعم يعني لهجتنا ونعتز بلهجتنا ولهجتنا مفرداتها قريبه نعم. الى القلب نعم نعم قريبه الى القلب تشرح الخاطر يقول واحد من هن شاعر نعم. يقول ون قلبي ونت النادم وعلى هذا الشاعر اللي اقول لك على سلطان مسعود ونت النادم يقول ون قلبي ونت النادم وعلى حالي مشجنه يوم حوا تنسى البنادم والعشج ربي مسونه وابتلابه الحر والخادم وسكنه في غرسه الجنه وابتلابه الحر والخادم وسكنه في غرسه الجنه الحب ما يبى اسود وابيض نعلم ويقول بعد وحده يا صاحبي شوفك شفاتي وحبك دعاه في حالي اسقام ما حد متعذب شراتي يصفج حسك ويعد الايام أسهيت حتى عن صلاتي وأسهيت بي عن فرض الإسلام ويا الله لا تقطع رجاتي ترجع علي مقيضي العام والعين هلت بعبراتي تبكي على مملاء الأجدام أبو محمد بتاخذ أنت كله لا لا يا ركبر ما تقول إلا الزين وكل فنان وكل الكتاب أبوي روحه هذا شغلته ثاني الله يعطيك الصحة والعافية أبو محمد الحين أنت اللي عندك اللي موجودات في السوق مجلدين اي هذا المتوصف نقول هذا امثال شعبيه ما في معروفه امثال شعبيه لكن الحين باجيات كتابين هن عندي انا كتاب واحد وديته المطبعه
الكتاب اللي في المطبعه هو نزل لو بعد لا ما نزل ولا عندي كتاب رمستنا منظرتنا من شلافها للعين القديم زين. اما الكتاب اللي الناس ترياه اكثر هنا هو الشعر القديم، حتى عندي قصيد للشيوخ على الايام بس ما بعد القصيد لا, لا. نبغى هاي وحده منهن اللي هي ما مقصدي مداوي. لا انا ما اعرفها اخيل لا والله تعرفها ما اعرفها. عندي قصيده، عندي قصيده الشيخ شخبوط بن ذياب بس بعد منها ثلاثة بيقعد القصيدة منو؟ الشيخ شخبوط بن ذياب بن خليفة عم زايد بن خليفة اللي متزوج الشيخة موزة بن زايد بنت عمه. نعم يقول عاد أنا بعد منها ثلاثة أبيات فقط ما بعدها كلها. لا ثلاثة أبيات الحمد لله نعمة. من يصبر عن خويه ومن يحتمل يومين صابت حالي قضية ما غمضت لي عين. صابت حالي قضية ما غمضت لي عين يا مفروض الثنية لا تسمع الدلهين. وهذه القصيدة أنا أخذتها من مصدر موثوق من خادمتهم الله يرحمها الوالدة من خادمتهم خادمة الشيخة موزة بن زايد بن نفس الله يرحمها المرحومة هرميلة بنت فرحان الفلاحي. وهذه القصيدة ما بالناس أنا حافظنا حطنا بالكتاب ما أقدر أعطيتك من غلط ثلاث أبيات. وانت بعد غالي عندي جزاك الله خير غالي ما يعلم قدر كل الله, الله سبحانه وتعالى الله يزيك ولا انا جليل اوصل عند حد لا والله انا كنت والله انا كنت لانك اخو عزيز والله ما رحب والله ما رحب والله ما رحب عد الشيار والعرب والبشر والانس والجن ما رحب بكل خطوه خطيت لين وصلت لها الله يسلمك ويطول عمرك. ما يوم اسير جداهم ما بي جليل الزاء يوم اسير جداهم يوم أسير جداهم يوم أسير جداهم يوم أسير جداهم ما بيجي لي للزال إلا أنا صح من رؤياهم مقطع حشر بلاد حافظ على الغالي كتيم السدي الناس مستأخرة ومتبدي. أنا والله أرحب بنعالك وبذيابك وبيجاتنا وأتمنى أن الناس اللي تتابعنا حين نسعدوا وعرفوا أنه الحظ هذا الحظ الجنازة عودة والميت فاع أحبين هذا الحظ اللي ظهر. بسم الله عليك بارك الله يا ابو محمد مرحبا. قصيدة محمد بن علي المهيري اللي عديت عليه كلمة طلع بساعة إيه؟ هذا شاعر إشار لي بالبنان شاعر شاعر لكن ما دونوا له. فهذا الشاعر هو ما لأنك تغوص وشدة وتعب إيه؟ ريال فنان مثل أخوك الحظ بنقول معلوم بالعرب ويسير ما ما غوص ما ما شدة احنا احنا في زمن الأول أخوك الحظ ما بيصير غوص والشاعر يعني سام مرفه مرفه ما بمال مكذب يظهر يسير على الطيبين والحيين معلوم. هذا محمد ايه مسمينا هنا على محمد خويي اي نعم محمد ولدك ولدي هي على نعم. محمد بن احمد هو هذا اللي اخذ اللي كان اللي بسا اللي سافر يا محمد بن علي المهيري هو محمد بن حميد نعم اللي هو يد خويي انا زين رجال كريم قالوا بن علي بيسير الغوص قال يا ابن علي انت ما لك تسير غوص وانت قال انا بسير. وايام كان اثنين معاريس من البطين من دلموش واحد جاء معاريس يعني ساروا الغوص كلهم تدري انه شلوا قشارهم ساروا الغوص. قال انت قطعت السفينه بقول نحن مسافه المركب يبون الغوص العيرات كان يحم بن علي طاح حمو ما مال شد ما خلقنا لذلك ما خلقنا لذلك ما مال شد من الفرش لين العرش نزيل. الخبز مخبوز ولا في الكوس نزيل. ون قال له والله يبعد يا ابن حميد ومحمد قال لا قال الله انا ما اقدر اكمل الحين جزوة وخساره فلوس وهذه لك كلهم يعني على الله وعلى المكده اللي بيكدونها من الغوص. قال له فالك طيب احتجوا ولا لا الهزوة قال لهم برد والخسارة على خسارة الدفتر أنا بدفعها لكم مرة شوف الكرم والناس اليهودية قال مرة الخسارة أنا بعطيكم إياها فهمت علي؟ نعم بيدفع لهم عنها خسارة عليهم قال الخسارة مرة الدفتر منقول على ابن علي قال عادة شتواي لله يا ابن حميد شتواي لله شتواي لله يا ابن حميد صابتني الأقدار وبليت بليت بفراق اللي ياويد غرني مشيت الحشابيت لي صاب الموج وسعيد ما صاب ربعي يوم شليت طاحوا من الفرقة مياهيد وأنا بحال العسر تميت. شوف الرجال رده وخسر روحه شوف الكرم واليود نص
هذه بعد قصة وعدة من هنا بدون ذكر أسماء سعد. قبلنا واحدة من العائلة سيارة وناس على ناس يعني في ذيك الديوان في مدى ناس أناجر عندهم مال هاي هنتين عيايز مسيرين على عرب. نعم. يوم عند ناس حد من العرب بخيل والخيل عافانا الله الله يكفينا شره لو قيل له وين جبيح يلي على ماله شحيح ما يعد عند الطيبين ولا على العيون شايعات يوم الحرمين مسيرين تدري العرب يبون التمر يبون الحب أول ما هبطوا على الحرمة قالت لهم نحن ما عندنا حصلانين تعبانين سير حرية بتقهو يوم اشتلوا عنهم سالوا عن ديرانا اليارة شريمة الثانية قربت ورحبت يوم يبسرون قص التراب التمر وحط هذا اليارة اللي اليارة تدري بأن اليارة قالت ما صرت عند فلانة قالوا لا يومينها قالت أنا مولاي ولا عندي شيء وأنا حصلانة يا غير عدينا فيها كلمات قال شو قلتي قالت حلفتي الحصلان ما يجي إلا الذي كاسا برأسه يبطي يرحب يوم تلفيه سمت العرب مأخذ قياسه إلا البخل إلا البخل له ناس تشريه إلا البخل له ناس تشريه مختس في نفسه خساسه وحالفنا هذاك ما يجي ولا طوفنا في قرب ناسه يا خالد ما خلتش أنا بطل عبان كله بارك الله فيك الحين حبني يسعي كله ضاع اليوم الله يبلغنا إن شاء الله في محمد أمين معرس يا رب العالمين أول خريج خريج أول خريج محمد شو تفضل لا كاش ولا باش ولا فار يلعب على الفراش ايوه امين ويحفظك يا ابو محمد ويبارك فيك اسعدتنا والله اسعدتنا اسعدتنا انا والله فرحت بشوفك الله يطول عمرك ما يطول جيتي عندك هاي روحها بس انا اللي طلب ما تخليها يتيمه مو بحسب هذا التوالى بنسولف هاي المليان اليوم ما قال هوي هوي وحمار محمد ذوي لا والله ما تهنى ان شاء الله تدوس بايته مرحبا مرحبا الله يطول عمرك ويا متابعين سمعون سمحوا لنا اذا زلينا وخطينا او عدينا قصيده انتم تعرفونها اتصل ردوا للمرجع ابو محمد لا سامحونا انا المرجع انت ابو المرجع جل من لا يسهو اخوكم الحظ بن مصبح بن فرحان الكويتي ابو محمد مرحبا واللي تابعنا من شيخ ومن عامي ومن صغير ومن كبير اللي تابعنا من شيخ وعامي وصغير وعود لكم التحيه والاحترام والتقدير وسامحونا وفوق كل ذي علم عليم ياركم الله يا ليتنا تبقى باسطه اليسر الله يحفظك ما جيتنا عند الا قاعد على قفلات وشوفك يا ابو كثر من فقر 40 سنه الله يطول يدخل البهجه والسرور في خاطر كل انسان متكلم من خلف والله شوفي من خلف كنا ان شاء الله تينا ومحمد ماخذ الثانوي وداخل الجامعه يا ربي بعد ما تري هاك سنين كلها لا عاد بتينا ان شاء الله بتينا ان شاء الله ما بين اللي تخرب والله ممنونين والله ممنونين والله عين الحاضر عين الساعه مرحبا 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 كبار والله مرحبا يا ابو محمد الله يرحبك انا مرحبا مرحبا والله ملاني يا مرحبا اسفر اكوان وراك استهلا شوطه الله يرحمك يا انا قدرك ما يعلم مرحبا 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 كبار انسان الناس كلها تحبك جزاك الله كل اللي يدعي لك الله العالم شكرا لك مرحبا حبيبي مرحبا مرحبتين مرحبا يا اخوي مرحبا جزاك الله خير مرحبا زارتنا البركه مال حبيبي ديتك دعك اسمحوا لنا نستر على مواياكم الله يعطيك الصحه والصور لا خليت لا 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 انا وافين وافين مره وافين من السما لين الماء جزاك الله خير مرحبا 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 كبار مرحبا كبار والله الله يرحمك انستونا يا مرحبا يا مرحبا باللي شرف ولا كلف يا مرحبا باللي شرف ولا كلف الله يحفظك والله